في دعاء أحب أكرره كثير في كل صلاة، اللهم زدني فقرا وذلا إليك. أعوذ بالله، شو كويس. أعوذ بالله وشو فقرا؟ لا أستغفر الله، يعني أعوذ بالله أنا قصد فهمت غلط في البداية. لأن كل فقر وذل إلى الله عزة ومكانه في الأرض. ذلك بين يد الله عزة وفقرك بين يد الله. كنت أقول الدعاء اللهم زدني فقرا وذلا إليك وعزة ومكانة في الأرض، لكن وقفت وعزة ومكان صرت ما أقولها، لأنه فعلا خلاص أنت إذا تذللت وضعفت لله وطلبت منها الفقر أغناك وأعزك وزادك مكانة في الأرض. طيب أقول لك شيء، والله العظيم علمت معلومة سم. على طاري الدعاء ترى قلت الوتر الربع، صلاة الوتر من الساعة مثلا، يعني أنا اللي أشوفها من الساعة 12 وراء بالأخص، يعني الثلث الأخير. إيه وش تسوي ترى؟ الله يعني في الثلث الأخير من الليل تلقاها يقولون يعني معنى الأحاديث اللي إنه في السماء الأولى، في السماء الدنيا، السماء الدنيا ينزل فيقول ربي سبحانه وتعالى من يستغفر فاستغفر له، من يدعوني فاستجيب له، عرفت؟ صح. فأقرب الدعاء يقول العبد يكون قريبا إلى ربه إذا كان ساجد. أنا دعاء بعلمك إذا سجدت أدعي باللي في نفسي، وبعض الأحيان ممكن يخوني التعبير حتى في الدعاء، تدري وش يقول؟ والله اني اقول يا الله يا رب يا كريم انك تعلم ما في صدري، اللهم انك تعلم ما في صدري فحقق يعني دعوتي، اي فحققه لي يا رب. لان بعض الاحيان يخونك التعبير حتى ممكن بالدعاء. صح. هذه على طريقها. ها نسج مره ثانيه. طيب فيه، انا ودي انسدع ترى، فيه بيتين يمكن كتبتها، اقوى بيتين كتبتها من قلب. انت اي قولها ورددها دائم اللي كتبتها من قلب. صح، في وقف فترة من الزمن ولا كملتها، بس هذه وقفت، اللي هي الغائب اللي غيابه لخبط أوراقي، يا ليت صلى استخارة قبل مرواح، من عقب مقفى أحس أحتاج لي راقي، ما ذقت نوم لها نام استذذ الراحة. تدري وين كاتبها؟ وين كاتبها طال عمرك؟ وأنا أخذت يمكن حوالي ساعتين ومرقت. صح، سبحان الله، ترى قبل النوم افضل وقت. اعطني خلي بغنيها، اعطنيها سم. مجنونه والله، نفسي افحقت. شربت سعاد في المساء سجاره. لا خلنا نسج. شري ترى لو خلي بغنيها. طب خلي بغنيها، بغنيها بالحالي تبقى. يلا ترى سهل الغناء. اني عزمت على الفراق لان لي روحاً إذا لم تنتهي تتعذب، تصارع تصد أمواج البحار بعزمها، تصارع الدنيا ولا تتهرب. ألقيها ألقى، لا تضحك والله. كأنها عند